اعتابك بايظه اضرب ليمون بالنعناع. لو عندك قلق توتر وعندك مشاكل اضرب ليمون بالنعناع. عندك مشكله في الهضم عطر الهضم، عندك مشكله في المعده معدتك بايظه اضرب ليمون بالنعناع. وافضل وقت لشرب الليمون بالنعناع مره واحده في الاسبوع عشان ما يجيش يعمل لك حموضه، مره واحده في الاسبوع. الليمون بالنعناع بيحافظ على المعده، بيطهر لك الجسم من السموم. وكذا هو الليمون بالنعناع بيحافظ على الصحه، بيقوي عضله القلب والسرير. وعايز اقول في نهايه الفيديو اتفاعلوا مع القناه، اتفاعلوا مع القناه. لاول مره تسمعوا في القناه اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات وتفعيل الجرس، وعايز يكون في تعليقات حلوه. ونرجو من المشتركين اللايكات كتير. وشكرا لكم.